يا صباح الخير على الحلوين، ازيكم يا ولاد؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. يا رب دايما كده تكونوا في احسن صحة يا رب وفي احسن حال. قبل ما ابدا الفيديو بتاعي حابه اشكر كل اخواتي اللي انضموا جديد لينا في القناه، شرفتوني ونورتوني. حابه ارحب بكل متابعيني اللي متابعيني بصفه يوميه، شكرا ليكم على تعليقاتكم وعلى لايكاتكم الحلوه. بجد انتوا نعمه في حياتي، ربنا يديمكم يا رب كده وما يحرمنيش منكم ابدا ابدا يا رب. النهارده بقى يا بنات هنعمل مع بعض روتين تنظيف اصغر حمام ممكن تشوفيه في حياتك، وكمان هنعمل له تنسيق ديكور حلو جدا جدا، وهنعمل له ستاره من اعاده التدوير. اول حاجه بس كده بدات ان انا بدات يومي كده بكوبايه ينسون كده عشان يخرب بيت البرد وسنينه يا بنات. انا مش بحب اخد ادويه ولا اسلم نفسي للنوم في السرير، فبقضيها بقى ايه مشروبات كده سخنه. تمام، هنا بقى عملت كوبايه ينسون كده، محلتهاش باي حاجه عشان الكحه ما تزيدش. وهنا انا بحب صراحه الحاجه البلدي اللي بجيبها من عند العطار، ما بحبش الحاجات صراحه اللي هي البكت. تمام، فحطيت كده غسلت شويه ينسون في مصفى صغيره، وبعدين حطيته في الكوبايه ونزلت عليه كده بميه مغليه وسبته كده ايه، غطيته وسبته لغايه لما يتقل شويه. هنا بقى عايزه اكلمكم على حاجه، غلطه انا غلطتها، ما انصحكوش ان انتوا تغلطوا نفس الغلطه اللي انا غلطتها، فقلت ان انا ايه اطلع ان انا اتكلم معاكم يعني في الموضوع ده وافيدكم برضو. تمام، من اسبوع كده او مش من اسبوع، من 9 ايام بالظبط، سلمى كان عندها كحه. تمام، سلمى عندها 8 سنين وريم عندها 2 سنين الا شهر. فسلمى كان عندها كحه، كحه بدات خفيفه كده وبعدين بدات تبقى جديده. المهم انا معوداهم على البان الذكر وعلى السوائل الدافيه، فعملت كده مع سلمى ما جابتش معاها نتيجه، بدات الكحه ان هي تزيد تزيد. قلت طب ايه، خلاص اكيد الكحه هتاخد وقتها وتروح، طالما هي كده كده بتاخد سوائل دافيه يعني وكده. ده كان كل متخيلتي يعني، ان هو زي كل مره. الموضوع هنا اختلف تماما، لقيت سلمى بتتعب، بدات الكحه ان هي تزيد عندها اكتر واكتر. كانت الاول كحه ناشفه، بعدين بقت كحه فيها بلغم كده، بدات عندها رشح جامد جدا. المهم اخدتها لاني كمان ريم كمان بدات تكح، وانا بخاف وبترعب من كحه ريم بالذات. تمام، المهم اخدتهم هما الاثنين، رحت قطعت كشفين عند دكتور سيف. دكتور سيف الاسلام من اشطر واحسن الدكاتره اللي انت ممكن تتعاملي معاها في القاهره. تمام، خدتهم ورحت يوم عند دكتور سيف. تمام، شافهم وكشف عليهم. اول حاجه طبعا كشف على كل واحده طبعا لوحدها. اول حاجه سلمى، قال لي بقى لها قد ايه بالكح؟ قلت له بقى لها زي 9 ايام كده. قال لي عشان خاطر الكحه اللي عندها قلبت معاها دور حساسيه. اول ما قال لي كده بنات قسما بالله حسيت ان انا ست مهمله جدا، ان انا بجد ام مهمله جدا، مش عارفه ام مستهتره جدا. حسيت بالذنب بقى وحسيت ان انا قد ايه انا قصرت معاها. بس والله انا كنت فكره دور كحه عادي زي اي مره، فما تسخطوش يا بنات على دور الكحه ابدا 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 مهما كان. ما تطولوش المده، يعني كح الطفل كح تاني يوم اجري بقى على الدكتور على طول. المهم ادى سلمى ونريم نفس الدواء، يعني في دواء مشترك وفي دواء كل واحده تاخده لوحدها. ان هو الاثنين تشخيصهم عندهم التهاب في الشعب الهوائيه، خلاص قلب معاهم بحساسيه. ريم الحساسيه قلب معاها بحساسيه حاجه بسيطه جدا جدا لا تذكر، ما تستاهلش حتى ان هي تاخد ليها حاجه غير سوائل دافيه بجانب الدواء اللي بتاخده. لكن سلمى كتب لها على حاجه اسمها زيلون، لكن المشترك ما بينهم هياخدوا نقط كده للانف، قال لي 3 مرات، وقبل كل مره نقط لهم فيهم اشممهم بخار، حتى لو في طبق كده في ميه سخنه والبخار ده يشموه، وبعد البخار ده ينقطوا في مناخيرهم على طول. كتب لهم على دواء كحه، انا ما بحبش دواء كحه بصراحه للاطفال، بس هو قال لي ان الكحه الجديده لازم ليها دواء عشان ما تقلبش اكتر من كده. المهم ايه، جبت لهم الدواء وخدوه الحمد لله. كمان كتب لسلمى لريم على حديد وكالسيوم، بس قال لي ان دي تاخده بعد 5 ايام لما نخلص الدواء بتاع البرد وكده. وهو اضطر ان هو يكتبه لها عشان وزنها، لقى وزنها ضعيف جدا بالنسبه لسنها. تمام، بس فانا كنت طالعه النهارده اقول لكم، يعني حبيت اتكلم يعني في الفيديو ده واقول لكم يا بنات بلاش 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 تسكتوا على الطفل
لو عنده كحة بالذات اي حاجة اجري بيها على الدكتور، ما تغلطيش الغلطة اللي انا غلطتها المرة دي. الحمد لله هي عدت على خير، يعني الحساسية اللي جات لسلمى دي قال لي حاجة كده مؤقتة هتروح مع دور الكحة بإذن الله، مش هتبقى سايبة معاها اثر. الحمد لله اللهم لك الحمد. نرجع بقى لمرجوعنا ونخش في موضوع الفيديو. انا بقى هنا كنت خلاص شربت كوباية اليانسون بتاعتي تمام، وسلمى نزلت بالسلامه للمدرسه وريم نايمه، فقلت ايه اطلع اصور لكم بقى الفيديو بتاع النهارده. فيديو النهارده بقى اللي هو ايه، بصوا يا بنات، طبعا انتوا كلكم عارفين اللي بادئ معايا في القناه من الاول، من اول ما بدانا يعني المره الاخيره دي، عارفين ان انا عندي حمامين في البيت، واحد كبير اللي عملنا روتين التنظيف بتاعه والديكور بتاعه من كام يوم كده، اللي مشافش الفيديو اتمنى يشوف، وده اللي هو الحمام الصغير اللي موجود في الطرقه في الريسبشن بره اللي عاملين عليه الستاره زي ما انتم شفتوا كده مداري. خلاص الحمام ده يا بنات زي ما انتم شايفين حمام صغنن جدا جدا، اصغر حمام ممكن تشوفوه. عايزه اقول لكم الحمام ده الشباك بتاعه، او بصوا الحمام من جوه نظيف جدا، بس الشباك بتاعه سيء جدا 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 جدا، مش قادره اقول قذر يعني، انا قلت سيء بس بجد مش نظيف خالص. هتشوفوا دلوقتي بصوا الحمام نظيف ازاي، بصوا مجرد ان انا بس هنضف الشباك، بصوا الشباك هيحصل فيه ايه، هيعمل في الارض ايه. المهم يا بنات في حاجات كده هنعملها مع بعض، هحط المرايه من اعاده التدوير تمام، اعاده تدوير الكرتون، وهحط شويه حاجات كده هوريها لكم. تعالى اول بس اشارككم معايا في روتين تنظيف كده سريع. اول حاجه طبعا بخاخ التنظيف اللي انا استحاله استغنى عنه، اللي انا عاملاه بايدي، بستخدمه في المطبخ في الحمام، عايزه اقول لكم بجد ايدي ورجلي وما بغيرهوش. بصوا بدات ان انا طبعا اغسل الشباك كده من جوه طبعا ومن بره تمام، وهوريكم دلوقتي كميه التراب والطينه اللي نازله من الشباك. بصوا الشباك ده نضفته تنظيف عميق، ليه؟ لان بقاله فتره كبيره قوي صراحه ما اتغسلش وكده، فقلت بما ان انا عايزه اعمل فيه ديكور كده جديد انضفه. المهم خدت كده نظفت الشباك تنظيفه كده محترمه، ودلقت ميه، واديله ادي بقى رغاوي ونظافه مش قادره اقول لكم. وكمان خدت كمان الحيطان كده بتاعت السيراميك كده من اول السقف كده لغايه الارض زي ما بيقولوا، بصوا خليته فلعه كده شمعه منوره، كل شويه كده ابص عليه افتحه كده ابص عليه، ولا شطارتك يا بنتي نهوله. المهم يا بنات بعد ما نظفته كده، بصوا شايفين النظافه بقى واللمعان، شايفين شطارتي. ده الصبح ده كان الفيديو ده كنت بعمله الساعه 8:30 الصبح بعد ما سلمى نزلت بالسلامه المدرسه. خلاص بقى خلصته كده ونظفته وسبته بقى كده يتهوى وينشف كده. بصوا الشباك روقان. بعد ما سبته بقى ينشف تعالى بقى نشوف ايه الحاجات اللي احنا هنعملها مع بعض. اول حاجه الشباك هنا معلهوش ستاره، هنعمل له ستاره، وهقول لكم دلوقتي الستاره بتاعته هنعملها ايه ازاي. هروح انا اشتري قماش واعمل ستاره؟ استحاله، لازم انكش في كراكيبي واطلع. المهم طلعت من كراكيبي لوح سرير كده، ومش من كراكيبي، من السراير، ان احنا ان شاء الله هننام على الارض بسبب لوح السراير اللي انا عماله كل شويه اخدها اللي انتوا بتقولوا عليها مولال يعني. خدته وقصيته كده واحد اطول من التاني، والمره دي ما غلفتوش بالستيكر، لا دهنته بالفلوت يعني اللي يبان لكم كده ان هو مبلول، لكن لا ده انا دهناه بفلوت عشان يديله لمعه كده ويديه كده شكله حلو يعني. وبدات ان انا ايه اعلقهم في الحتتين دول، طبعا جوزي كان مش هنيار لي ايه في المكان ده. بعد كده بقى بنات بعد ما علقتهم كنت عايزه احطه ناحيه الحيطه الناحيه الثانيه، بس ده انسب مكان ليه. هنا بقى يا بنات المفروض يكون فيه سخان، بس انا مش حاطه سخان هنا اللي هو سخان كهربا، مش ما عنديش سخان كهربا ومش حاطه حاجه هنا. فالسلك بتاع اللي هي الماسوره بتاعته دي لفيت عليها حبل الخيش، وده اقرب حاجه مناسبه لسيراميك الحمام زي ما انتم شايفين. بعد كده رحت بقى جبت مرايه حلوه كده من اعاده التدوير، اشتريت المرايه دي. المراية دي كان سعرها عامل 35 جنيه تمام. وعملت لها، كان عندي طبعا الخيوط بتاعة المكرمية دي، وعملت لها مراية زي اللي عاملينها بالظبط في الحمام الكبير اللي كان لونها لبني، ولقيت هنا هو اقرب لون وانسب لون هو اللون اللي هو اللي عامل زي الابيض، هو مش ابيض ولا اوف وايت، مش فاهماه يعني، بس هو لونه حلو يعني. المهم هي عايزه تتصرح كويس، فبس انا قلت ايه يعني بعد ما اخلص الروتين كده معاكم والديكورات هبقى اصرحها بعدين. وكان عندي سبحه كده قديمه خدت منها خرز بعد ما عملت المرايه ايه ولزقتها زي ما انتم شفتوا. هنا بقى دي ماسوره كده بتاعت العاب، نكشت في العاب بناتي لقيت الماسوره دي فاخدتها ودخلت منها حبل خيش سميك شويه، وهي نفسها رحت لفيت عليها حبل الخيش الرفيع زي ما انتم شايفين تمام، وتنتها كده من على الاطراف ناحيتين، الناحيه دي والناحيه التانية، ولفيت عليها
حبل الخيش الرفيع زي ما انتم شايفين. هنعمل بيها ايه؟ تعالى اقول لكم هنعمل بيها حاجه حلوه قوي. حطيت واحده في المحبس بتاع السخان ده، وحطيت الرول بتاع المناديل بتاعت التويلت، والناحيه التانية حطيتها في المحبس التاني، وعملت كده ايه زي حامل لمناديل التويلت. هي كانت عايزه تقصر شويه، فمش عارفه هي عايزه تقصر شويه ولا كده طولها حلو. اهو قولولي رأيكم في التعليقات، قولولي اقصرها شويه ولا خلي طولها كده حلو، وقولي شكلها اصلا حلو ولا مش حلو. بعد كده بقى جبت بقى بوتات الزرع، الشلالات اللي انا ما ببطلش اعملها، كل شويه بعملها، شويه شويه هعملها واوزعها على الجيران. عملت برضو واحد كده وحطيت له ايه فرع من فروع الزرع زي ما شفته، وعملت بيه كده ايه شلال. بعد كده بقى جبت كوبايه بلاستيك بتتباع 5 جنيه عند بتوع الادوات المنزليه، باسكت الصغنن ده، وحطيت لجوزي فيه الحاجات اللي هو بيستخدمها، الحاجات الشخصيه، لان جوزي اكتر حد بيستخدم التويلت ده، تمام. وحطيت له كمان مكنه الحلاقه بتاعته اللي بالكهرباء، هنا في فيشه هنا في الحمام، فهو بيستخدم مكنه الحلاقه هنا في الحمام، فقلت خلاص تبقى جنبه هنا بقى، وحاجته الشخصيه بقى ايه حاجته كلها هنا معاه في الحمام ده او في التويليت ده. وكمان حطيت له ازازه البرفان بتاعته هنا اهو، وعايزه اقول لكم حطيت له هنا برضو الفوط هنا في الحمام هنا او في التويليت ده. هنا كنت عايزه يكون عندي مثلا فوط لونها اوف وايت بيج كده عشان احطها، فما لقيتش، قلت بقى مش مشكله حطيت اللي لونها اورنج دي، وحطيت اللي لونها بستيج الفاتح. ايه رايكم؟ بصوا بقى كده الحته بتاعت الزرع الشلال الاخضر دي شكلها حلو ولا اشيلها من المكان ده؟ هنا بقى ناحيه الحوض، انا جوزي مش بيحب الديسبنسر بتاع الهاند ووش، مش بيحب هاند ووش عامه، بيحب الصابونه العاديه دي، فانا جبت صابونه كده لونها برضو ماشي مع لون الحمام، تمام، وحطيت له بقى فيها ايه الصابونه اللي هو بيستخدمها. خلاص هنا بقى جبت باسكت من نفس اللون برضو بتاع الحمام، ولو لاحظتوا يا بنات ده لونه نفس لون الصغنن الباسكت الصغنن اللي انا حاطه فيه الحاجات الشخصيه بتاعت جوزي اللي بيستخدمها، اللي هي فرش اسنان، مكان الحلاقه، الحاجات دي. هنا بقى عايزه طبعا اعلق ستاره، فجبت ايه الحاملين دول، وقلت لجوزي ان هو طبعا يشنير لي، فاحرجني وما شنيرليش، وانا كرامتي ما تسمحليش ان انا اقولها له كمان مره، فلا قلت لازم اتصرف بقى عشان انا عايزه اعمل الفيديو فلازم اتصرف. جبت بقى انبوبه السيليكون اللي استخدمناها قبل كده في المطبخ، واللي تابع معايا الفيديو يكتب لي في التعليقات عشان عايزه اشوفكم شاطرين ومذاكرين ولا، اكتبوا في التعليقات الانبوبه دي احنا استخدمناها في المطبخ في ايه. وعلقت بيها الحوامل بتاعت الستاره، لغايه دلوقتي ما وقعتش، بس لو وقعت هقول لكم ان هي وقعت، لو ما وقعتش هقول لكم ان هي قشطه يعني لسه ما وقعتش، فجربوها. انا لغايه دلوقتي ماسكه في السيراميك وقويه جدا، ما اعرفش بقى بعد كده يعني. المهم الستاره هنعملها من ايه؟ الستاره دي بقى يا بنات كانت عندي بتاعت غرفه البنات من ساعه ما جبتها بصراحه، وانا ما حبيتهاش خالص، تمام، من ساعه ما جبت القماش يعني، وعملت ستاره وانا ما حبيتهوش ابدا. بصوا خفيف على الرغم ان هي بصوا مطبقه كذا تطبيقه فوق بعض، بس خفيفه جدا جدا، فقسمتها لجزئين، جزء استخدمته في الحمام دلوقتي هتشوفوه صغير، وجزء استخدمته في الحمام الكبير ان شاء الله ما سوا معاكم في روتين من روتينات التنظيف الاسبوعيه بتاعته هتبقوا تشوفوه، او روتينات التنظيف اليومي. خلاص هاخد جزء كده اللي هو من عند الحلقات لغايه تحت كده شويه، اللي هو زي ما انتم شايفين كده قصيت اهو الجزء اللي انا عايزاه، تمام، اهو هتنيه على المكنه، وده الطول المناسب اللي انا عايزاه للشباك، والباقي هركب له من فوق شريط حلقات، تمام، هيبقى الطرف متني من تحت، هركب له بقى من فوق شريط حلقات وهستخدمه في الحمام التاني اللي هو الكبير. خلاص ما شافش فيديو الحمام يرجع يشوفه يا بنات. وهنا بقى بعد الستاره ما كنت تنيت الحرف بتاعها بالمكنه وعلقتها، بصوا بقى الجمال، بصوا بقى الروقان، لا استاهل كام لايك بقى واستاهل كام تعليق حلو منكم، شايفين؟ وهنا بقى زودت كده دواسه كده في الحمام. بص انا مش بحب عامه اي مكان يكون مش مفروش، بحب افرش كل حته كل حاجه، فحطيت هنا دواسه في الحمام، هنا ما ينفعش طقم الحمام لان زي ما انتم شايفين صغنن جدا جدا، فحطيت الدواسه. بصوا الشباشف دي يا بنات انا جايباها ب10 جنيه من عند جامع البنات من العتبه، راجل كده عجوز بيبقى قاعد بيهم بيبيع الواحد ب10 جنيه. اشتريت لي الحمام ده واشتريت لي الحمام التاني، وبصوا بتغسلوه كده بيتحط في الغساله بيبقى زي الفل، بس لو مش عايزين تشتروه قولوا لي وانا اعمل لكم طريقته، يعني اعمل له هولكو في مره في فيديو من الفيديوهات. بصوا بقى الستاره نقلت الحمام في حته تانية خالص، بصوا بقى عشان شكله عامل ازاي، بصوا دلوقتي عامل ازاي. ايه رايكم؟ محتاجه بقى رايكم في كل تفصيله في حاجه انا عملتها. خلاص
انا بقى كده خلاص خلصت الفيديو بتاعي بتاع النهارده. اتمنى يا رب يكون فيديو النهارده يكون خفيف، وانا كنت خفيفه وظريفه على قلبكم. اشوفكم بقى على خير الفيديو اللي جاي. خلي بالكم المره اللي جايه او الفيديوهات اللي جايه هيكون فيها تغييرات لغرفه النوم. بصوا انا حطيت بوز الزرع البلاستيك ده، مش عارفه بقى حلو ولا لا، برضو اكتبوا لي في التعليقات. خلاص استعدوا بقى، في تجديد قوي جدا 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 في غرفه النوم. في حاجه قديمه هنعيد تدويرها وهنخليها حاجه كده قمر وكيوت، وهتستفادوا منها. المهم اشتركوا في القناه لو اول مره بتشوفوني، وفعلوا الجرس على كل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكم اشعار بيه. تفاعلوا معايا بالتعليقات وباللايكات. اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. حلوين، وباي باي.